اليوم العالمي للعنف ضد المرأة. المرأة يعني رغم يعني انه قد صار في دورات توعية للمرأة منذ قيام الثورة إلى حتى الآن، ما زالت المرأة مضطهدة من ناحية الذهنية الذكورية، وأيضا مضطهدة يعني بجميع الأشكال، وعم تتعنف المرأة. في عندها أشكال العنف متعددة، يعني مثلا نفسي وجسدي وروحي، كلياتها متعلقة بالعادات والتقاليد والمجتمع. هو اللي عم يحاصرها، هو اللي عم يخليها تاخذ حريتها، يعني بإبداء رأيها، بمناقشة، بالعمل، بأي شيء. هي يعني اشقد ما عم تحاول ما عم تقدر تبدي رأيها، رغم انه في هالحقوق لها المشروعة، عم تعرف انه حقها كذا، بأين اتجاه، بأين هاي، بس رغم هالشي كمان المرأة عم تعاني كتير بالمجتمع، هالعادات والتقاليد من مجتمعنا، حتى هالدورات اللي قاموا فيها الرفاق كمان من قيام الثورة عم تعاني بالمجتمع. وأيضا العدو كمان المرأة مستهدفة، المرأة المناضلة عم يستهدف المرأة، اللي عم تقوم وتشارك بالمجالات، بكل المجالات، إن كان عسكري، إن كان سياسي، إن كان ثقافي، إلى جانب الرجل، عم يحاول دائما يستهدف حركة المرأة. فنحن بهالشي هذا لازم دائما نوقف بجانب المرأة، نساند المرأة بكثرة الندوات التوعية، المحاضرات، لنقدر إنه نتوصل لحرية المرأة. فحرية القائد من حرية المرأة كمان، ونحن عم نعمل على هالشي هذا، وإن شاء الله جميع المكونات اللي فروج آفا بدون أي خلاف، إن كان كرد وإن كان عرب وإن كان سريان، يزيدية كلياتنا، يعني حتى المرأة لازم تساند المرأة، مو بس إنه المرأة يعني عم تعاني بس من الرجل، حتى المرأة كمان عم تكسر بالمرأة كمان، لازم نوقف لجانبهم بالتوعية، بالدورات التدريبية.